قصص بترافق أصحابها للممات، قصص نحن عم نسمعها، عم نتذكرها، عم نرجع نعيشها، عم نرجع نتأثر، نبكي وننقهر، بس ما حدا مطرح حدا، والجمرة ما بتحرق إلا مطرحها. هيدي الذكرى ما لازم تكون بس ذكرى، هيدي منا ذكرى، هيدي لازم ترفقنا عطول، نحن وكل إنسان تضرر من وراء هيدا التفجير يلي وصلونا لإله السياسيين الفاسدين المهملين. غريب عن جد غريب انه هن قاعدين على عرشهم ومش سألانين، بس تعودنا عن جد، هيدي هي الكلمه، تعودنا، وهن عارفين انه احنا تعودنا، بس بشع انه نضلنا متعودين. سيسير روكوز خسرت خيا، ولانه محاميه قررت انه هي تدافع عن حق خيا. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. بونجور لك وللمستمعين. ما بعرف اذا بقدر اسال كيفك. عنا غضب، هذا عدا عن الحزن اللي نحن عايشين فيه، في غضب كتير قاسي بقلبنا وما بيوقف. تعرفي شو بيقولوا؟ قلت الجمرة ما بتحرق غير محلها، بالفعل بتحرق، وبيضل عندك هيك كرامب، بتضل ما تكتوجعك، هيدا الغضب بيضل موجود. يعني بتشوفي أمك عم تبكي كل يوم، شو بتقولي؟ فيك تقولي لها واقفة بكي على ولد أنت راح من بين ايديك، لا مريض ولا بشي، ابنك راح على شغله، عنده ابنه وراح على شغل عم بعيشه، بترجعي بتطلع انه بلا سبب بتلاقي ابنك مات هيك. انا بلاقي خي اصغر مني، نحن 5 اولاد بالبيت، كثير معودين على بعض ومنحب بعض كثير. خي جوزيف اصغر مني بسنه وشهرين، منه موجود بقى. يعني اختي اكبر مني بنت، وانا كنا جوزيف أول صبي بالعيلة. فبقدر أتخيل شو بدك تقولي؟ قديه معلقين فيه لجوزيف؟ الماما بتضلها تبكي، امبارح أخذناها عند الحكيمة بدها تعطيها حبوب، قالت لها إذا بتضلي بهالطريقة ما فينا نتركك. بفتح أسانسور البيت بسمع صوتها لبرا عم تبكي. يعني بتقولي الوقت بصير شوي خف؟ لا صدقيني لا، امبارح نهار كان عن جد غضب. حاملين هالنعوش شباب واقفين حدنا، نحن حاملين مجسم لنعش خيي، بس في حدنا كمان، مش بس نحن لأن بنات منحس ومنبكي، لا شاب حتى طوله عرض عم يبكي، عم ينزلوا دموعه خيو لملاح. يعني كل الشباب كانوا حدنا عم يبكوا، شباب عم يتذكروا كيف أخذوا إخواتهم شقف. أنت بتتخيلي أنا أكيد عندك 240 شخص متوفي، 7000 جريح، كل واحد عنده قصة طبعاً. حتى اللي بيته تضرر عنده قصة، بس نحنا هلأ عم بحكيكي عني شخصياً، هيدا النهار كان مأساة على كلهم. كمان أنا جيت من الشغل وصلت على البيت، عرفنا أنه على البار، وغرازيلا مرته لجوزيف بعتت لنا جوزيف على البار، ونهارها ما كان دوره سوء حظه، دقت قال جوزيف على البار وعم صريخ، جورج خيي ترك الدنيا كلها واختي والولاد واجا على البار يفتش، ونحن جينا على البيت، نحن بيتنا بالاشرفيه ما طلعنا بشي شو قالب شو صاير، بدنا نشوف، بدنا نروح نبرم هالعالم عنا بالبيت، ما خلينا مستشفى. رحت على اوتيل جو، ما نهار ما فيك تقولي شو هو، ما في صليب احمر، في كاميونات عم بيجيبوا ناس، في بيك ابات عم بيجيبوا عالم، اتطلع واقفه وابكي قولي عدرا دخيلك لاقيه هلا بهالبيك اب. فتت على القواد، الكوريدور تبع المستشفى مليان دم، دم عم يسرح على الارض، عالم على الكونتوار، شفتي هالصور شفتيهم عم نشوفهم. فت على قواد في ناس مغطيين وميتين، مطرح ما يكون في حدا نعلي قولي عدرا ما يكون هو، شيء كتير مؤسف. انت بتتخيلي قعدنا كل الليل هلا عم تقولي كيف الناس لقيوا ولادهم وكيف مرق الوقت للقيناه، قاعدين على الصوفات ما غمضت عيننا ثانية. انا صار بدي صرف يطلع الضو تنزل على البار، بدي شوف، قال بدي نبش على البار، الجنون يعني مفكرين فينا نفوت؟ ابدا، كل الوقت نقول بركي طار بالماي، بركي مش عارفين شيء.
ما خلينا مستشفى. الروم جعيتاوي، الروم مالها جعيتاوي، جعيتاوي جتت على الارض نعلي للحرمات. شو هال شو هالمأساة؟ قالوا لنا في شباب أرطبة، احنا بأرطبة خسرنا 4 أشخاص، بيت الحتة وكرم وجوزيف خيي. قالوا لنا يحن بالأيوبية كلهم. لك ما عرفنا كيف وصلنا لهونيك، صرنا الناس كلها خي لقيناهم. هيدا للصبح، هيدا الحديث الصبح يعني. هيدا كل الليل، كل الليل خلية أزمة ننبش. لا تاني يوم نحن للقيناه كان بمستشفى الحريري. ما بعرف كيف، ما بق يعني بعدني عم اقول كيف مرق هيدا الوقت على الاهل. بتصدق اذا بقول لك انه المأساة بعدها موجوده، بس هلا هيدا النهار كان كثير مضني وبيجرح كثير كثير، ما فيك تحكي عنه بلا بكي يعني. بس انه بعدك لهلا بنفس الغضب، لانه في عندك اشخاص مضى عليهم وهيك فلتانين تحدوك. قبل ما اوصل للشق القانوني سيسيل معك، خبرتيني انه رحتي دعستي بالبار امبارح او اول امبارح. شو قالوا لك هونيك محل ما كنت واقفه؟ انا نزلت اخذت اذن خاص تفت على المرفق، واقفه بوجه الاهراءات. بيجي شاب من عنا من ارطبة بقلب المرفق، قال لي سيسيل انت بتعرفي وين واقفه هلا؟ قلت له وين؟ قال لي هون جوزيف لميناه. قعدت ابكي، ما كنت عارفه انه هو هونيك مات، انقتل. اكيد انقتل. يعني كيف ثاقبت انه انا كنت واقفه وهو اجى؟ قال لي صاروا كلهم شباب النيو تي في قالوا له ضروري تخبرها هلا انه هون. قلت له لا ما عليه، انه حسيت انه يمكن روحه حد كانت. بتعرفي بحس في كثير مرات، في مرات بيكون في اشياء كثير مزعلتني بحلمه دغري النهار اللي بكون كثير مقهوره فيه. صدقيني بحلمه. يا بقول لي مره قال لي ميرسي على شغله، مرة قال لي بتعرفي قلتي شي امبارح في حدا عمله غنية. يعني هيك بيحكيني اشياء بالليل. مرة كنت كتير كتير معصبة من شي حلمته عم يغمرني، قال لي تعي لهون وصار يبوسني. كتير بحلمه هيدا الشي هيك. وعيت قلت لك بالليل كنت معصبة كتير، وعيت الصبح هيك مرتاحة، قلت ما بدي خلي اشياء معينة تخليني عصب. يعني الاشياء اللي هو فيها واللي مات اكبر شيء هو البيك. صح. سو هاي الاشياء ما بدي اخليها بقى ابدا تاثر بحياتي، لانه طريقته كيف غمرني وقال لي تعي لهون وهيك غمرني وبوسني نستتني. اليوم جوزيف ترك ابنه وفل، ابنه صار عمره تقريبا 8 سنين اكثر شوي. قد ايه هيك بتشوفي صوره جوزيف بابنه؟ قد ايه هيك بتحسي انه ما حدا بعوض غيبه البي، بس هيك بتحسي انه قادره تشمي ريحته يمكن؟ الحمد لله انه في انطوني، والحمد لله انه جرازيلا ام مرته لجوزيف عم بتربيه بنفس الطريقه اللي كان جوزيف يحلم فيها. انطوني كثير اخذ منه، يعني كان متفرغ له بوقت كثير جوزيف. ما بتصدقي انه انطوني عنده هالقد قصص من بيو. مننبسط اكيد فيه. كان عنده اول قربانه من جمعتين. جوزيف بحب، انا بحب كثير ديكوراسيون وبزين. كان دائما يقول لي الاول قربانه انطوني انت بتزيني فيها. بقيت على فتره ما بس اجي على موضوع الاول قربانه شيله من راسي وابكي، قول كيف بدي اقعد زين له هون وهون ومش قادره انه جوزيف مش معنا. عملنا الاول قربانه وقام قال الرساله انطوني كلها حتى فيها شيء للاباء. يعني كلنا بتنقهري انه خيك مش معك بهي اول فرحه لابنه يلي بيعتبروها فرحه، يعني المناوله الاولى. صحيح. ما كان بيناتنا، كانت غصه. شو بيسال انطوني عن بيو؟ يعني شو اكثر شيء هيك بيجرحكم لما يسال شيء له علاقه بجوزيف؟ انطوني كثير واعي، انا كثير بيصدمني. ما بيسأل اشياء معينة، بضل يفكر فيه. يعني هو كان يعمل هيك، بيقول
وبالمدرسة بيطلع الأول كرمال جوزيف، يعني بيروح بيعمل مسابقات بيقول بدي أطلع الأول بدي أهديها لإله. كثير عنده منه، يعني نحن منتفاجأ إنه كان عمره 6 سنين ونص هالقد أخذ منه، يعني أمتين تعلمهم هولي كلهم قد ما كان يعطيه من وقته. جوزيف كثير يعني بيتوتي بدك تعتبريه، وكان يقضي وقت كثير معه. سيسيل اليوم يعني خسارة كثير كبيرة، وبذات الوقت أنت كمحامية قررت أنك تتجندي كرمال هيدا التفجير اللي صار، وكرمال تقدروا توصلوا عن جد تعرفوا الحقيقة. خليني أقول كان على أساس التحقيق من لما صار هيدا التفجير الغدار المؤلم والبشع، كان على أساس جمعة، بعدين شهر، بعدين ثلاثة، نحن اليوم سنتين. سنتين وكف يد، مش سنتين عادي، يعني أصلاً له تقريباً 10 أشهر القاضي بيطار ما عم بيقدر يعمل شيء. شو عم تعمل يا سيسيل؟ ما حدا في يقول 5 أيام أبداً، يعني اللي طلع وقال 5 أيام هذا منه حكي. جريمة من هذا النوع ما بتنكشف بهذه الطريقة. تعين أول قاضي فادي سوين، صحيح، ورجع وقفوا له بس شافوا كيف عم يمشي بالتحقيق ما حبوه، رجعوا وعينوا وزيرة العدل، عينت الرئيس بيطار. هول القاضيين اللي عم بحكيكي عنهم مشهد لهم بالعدلية، بالنظافة وبالنزاهة. يعني ما فيك تحطي منو بأودات وتقعد تفرجي للأشخاص بيقرروا هن أيه بدهم ينقوا أيه لا. هنا عم بحكيك نحن بالعدليه مبدئيا في ثقه بالقضاء، بس في تحفظات، في قضاه مش مثل غيرهم، بس في قضاه كثير نضاف، والقاضي اللي منه نضيف ببين ودغري بينسى معصيته. سو هول قضاه اللي عم بحكيك عنهم كثير قوادم، بقى مش على ذوقهم بدهم يمشوا قضاه وبدهم يهددوا قضاه وبفوتوا على العدليه بيخرقوا اسمى مؤسسه هي المؤسسه القضائيه. انت عندك سلطه سياسيه ما لها حق تتدخل بالسلطه القضائيه. في شيء اسمه تحقيق وتحقيق ببلد طبيعي هيدا، ايه في شيء اسمه تحقيق وتحقيق سري، والقاضي بيبقى ماسك ملفه عنده معطياته على اي اساس عم يستدعي عالم. صحيح، مش عاجبكم هيدا الشغل، في عندكم طرق أخرى تقدروا تعترضوا فيها. هن اعتراضاتهم كتير قاسية وقوية إنه القاضي مسيس واستنسابي، وكان بدهم أشخاص يكونوا بالتحقيق وهالقاضي ما جابهم. طب هيدا القاضي اعتبر إنه عنده معطيات خاصة جدا وعم يشتغل على أساسها. أنتوا عندكم أدلة أخرى فيكم تعملوا غير طريقة، بتقدروا تعملوا إخبار لدى النيابة العامة، وقلناها كتير. بدك تشوفي هلأ ويليام نون من فترة قال، طلع وقال انا في عندي مستندات، وبتقول انه في اشخاص اخرين لازم ينجابوا على التحقيق، عمل اخبار فيهم. بس بدي اقول كمان رمارك انه القاضي بعد ما خلص تحقيق يمكن هالاشخاص اللي هلا عم ينحكوا كان رح يجيبهم بركه. امبارح طلع امين عام حزب الله حكي عن القضاة يلي القاضي ما ادعى عليهم، مش صحيح، يعني عم بحط العالم بمطرح منه مزبوط. القضاة اللي مدعى عليهم القاضي طارق بيطار حولهم، نعم، لانه وفقا للقانون اجباري يحولهم للنيابه العامه التمييزيه، لان نعم هي بتدعي وفقا للماده 17 من قانون اصول المحاكمات، وبيتحاكموا قدام محكمه التمييز كمان وفقا للقانون 344، يعني اجباري يحولهم والا ما بيقدر، يعني ساعتها بكفوا له يده بارتياب لانه ما بيقدر. نعم، السياسيين اجباري يتحاكموا بالمجلس العدلي لانه الجرم المدعى فيه هو احتمال القتل القصدي. هن ما عم بيقولوا اخلالهم بواجباتهم الوظيفيه، هيدا النيترات هيدا متفجر، وصل لهم كتب انه بحال انفجر ممكن يؤدي الى قتل عالم كثير، وهذا اللي صار، يعني هيدا احتمال قتل قصدي. سو هونيك لازم يتحاكموا، مش قدام مجلس اعلى لمحاكمه الرؤساء والوزراء. مثل بدي وصلك لمحل مين وين لازم يتحاكم، مثلا وزير المال يوسف خليل استنكافه عن توقيع مرسوم هلا بمشي صحيح، هلا مش عم يمضي المرسوم 100%. هيدا
عدم قيامه بواجباته الوظيفية، استنكافه عن توقيع هذا المرسوم، بيوديه أنه عم بخل بواجباته الوظيفية، يحاكم قدام مجلس أعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. طيب سيسيل، اليوم نحن قدام واقع في كف يد، هل رح تلجأوا لتحقيق دولي فيما لو عن جد بلبنان يعني واصلت تحقيقات لمسار مسدود؟ من 23/12/2021 مقدمين علي حسن خليل وغازي زعيتر كف يد للقاضي بيطار، ورجعوا قدموا من بعدها بشهر 2 مدعاه قدام الهيئه العامه لان عدد اعضاء ناقص وبحاجه لهالتشكيلات القضائيه يلي وقفها وزير المال بناء على الرئيس نبيه بري طلب منه. نحن عنا ثقة كتير بالقاضي وبشغله، هلا في تحفظات يمكن بعدين نشوفها يمكن ما يعجبنا، بس بننطر القرار الظن على القليل، القرار الظن ننطر لنشوف. عم بقول لك يمكن نحن ما يعجبنا، بس يطلع القرار انتم بتشقفوا، نحن بنعترض عليه، نحن بنقول في كذا وفي كذا، بنبدا ملاحظات. نحن مش من هلا، من قبل وقت شفنا مسار التحقيق كيف ماشي بطلبات رد ونقل ومخاصمه، مقدمين طلب من قبل لمجلس الامم المتحده حقوق الانسان من اجل لجنه تقصي حقائق دوليه تعمل بالتوازي مع التحقيق المحلي. يعني من قبل مش من هلا بتشوفي كيف عم بتصير الامور، كيف وصل يهدد ويفوتوا شخص على قلب العدليه، يهدد القضاة. طب هيدا قاضي عم يشتغل باكبر ملف في ضميره، كان يقولوا مين في وراه، طب مين في وراه؟ هلا سارقين مصريات الناس والقضاة عم يشتغلوا، مين في وراهم؟ في ضميرهم، في عالم عم تسرقون، في عالم عم تقتلون، كيف بيشتغلوا؟ بتفوتوا بتهددون، هيدا قاضي ماسك ملف. بتعرفي انت انه انت تكوني مهدده بحياتك، في عندك عالم انقتلت بعد لحد هلا مش معروف ليه، قاضي يمكن ما بقى يمكن صحيح. المحقق العدلي ما بيقدر يطلع من بيته، بخاف على حالته وعلى اولاده وعلى عائلته، شيء كثير مؤسف. على امل سيسيل انه عن جد هيدا الملف يعني يعطي بصيص امل، يعني فعلا انتم بحاجه هيك ليبرد القلب نتفه لتقدروا تعرفوا مين اللي عمل هالجريمه، هي جريمه العصر على كل حال، يعني هيدا شيء هز الكوكب. بتخيل ما رح يكون في شيء ببرد القلب، لان طبقه سياسيه مش كلها المعنيه بهذا الملف باعده كثير مغمضه عيونها عن هذا الملف بالذات، لانه امبارح الرئيس نبيه بري بيقول لو عندي انا شك انه هول الاشخاص مرتكبين ما بخليني يناموا ببيتهم، نصب حاله قاضي وحكم، عمل حكم يعني خلص برأهم حكم مسبق بالبراءه، بعدين بدهم يمحوا لك الجريمه، يمحوا اثاراتها، الاهراءات يلي نحن عملنا حمله سميناها الشاهد الصامت، بدهم يمحوا كمان، بدهم يهبطوا الاهراءات. مش بالصدفه انه جزء من الاهراءات الشماليه اكلت هيدي الصدمه والجزء الجنوبي بقي صامد، طب بقي صامد اتركوه، خلوا شيء كي لا يتكرر الخطا يلي صار بهيدي الجريمه، خلوا جزء منه ميموريا للضحايا، ذاكره جماعيه للعالم بكل ما حدا رح ينسى. القانون حتى نحن بيترك لك بيقول لك انه بيقدر وقتها بيكون في مبنى او جزء من مبنى بدليكي على حدث او ذكرى هالقد قليمه ممكن القانون يحميه، ونحن عم نطلب بحمايته. اساسا وزير الثقافه وضع الاهراءات على لائحه الجرد بالاسباب الموجبه، قال فيها انه هو منشا معمر وفقا للمعمار الحديث، وانه هو ذاكره جماعيه للمدينه وميموريا للضحايا. على كل حال امبارح كان في وقفه امام الاهراءات، ما بعرف كان عندي مجموعه من الصور، لانه حضرتك بتعرفي انه في كثير اشخاص بيعني لها هيدا، يعني بتعني لها الاهراءات، بيعني لها وجودهم، بعرف انه في قسم ما بده انه الاهراءات تضلها موجوده، بس في قسم ثاني يعني امبارح كان هيك كان عندهم هيدي الوقفة التكريمية، خاصة أنه خسروا كتير شباب، ترفع لقلهم القبعة بهيدا القسم الشمالي يلي نهار تحديدا، وطبعا على رأسهم النقيب سليم معلوف. وأنا بدي أقول شغلة امبارح يمكن ما لازم أقولها، لأنه هي كانت عبر الهاتف مع أمه لجوعة إيه ست نهاد عقيب، بوجه لها تحية كتير كبيرة، قلبي معك عن جد ست نهاد. امبارح قالت لي ما عم تقدر تحكي على كل حال، قالت لي عم بتطلع على التلفزيون عم شوف القسم الشمالي عم ينهار، محل ما لقيوا جو، يا ريت بيقدروا يجيبوا لي بوطو لجو.
ف عن جد كثير هيك وجع، كثير قهر، كثير الم، كثير ما في شيء بيقدر يعبر عن هيدا الشيء اللي انتم عم بتحسوه. سيسيل، وان شاء الله يا رب تضلكم رافعين الراي. سريعا اذا بدك تختمي بشيء. بدي اختم قول للناس اللي عم بيقولوا ما بدهم الاهراءات وشو لهم طعمه، هن شايفينهم بهي الطريقه، بس مفترض المرفق يكون في مشروع كبير ومن ضمنه الإهراءات مع التدعيمة الجزء الجنوبي اللي بقى، وبيكون بشكل لايق ويكون ذكرى للعالم كله وللمدينة ولهالحادث المأساوي الكبير. ما رح تشوفوا هيك الإهراءات وقت الدولة بتحط براسها أنه تعملهم بشكل متكامل مع المرفق بمشروع جيد، مش هيك رح تشوفون صدقونا. صح. شكرا لك سيسيل، الرحمه لروحه لجوزيف، وان شاء الله هيك ربنا بيعطيكم القوه لتضلكم مكملين هيدي المسيره. مشاهدينا بتوقف مع بريك وبرجع بتابع.